بصراحة ما عندناش مفيش جديد في الموضوع لحد دلوقتي خالص. انما هو الثابت ان 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 في واقعة خطف وان الناس اتكلمت وعايزه فلوس. تمام، ده حصل من اول ما اتخطف، وكان في بعض الكلام بيقول ان مفيش حالات خطف في بورسعيد، وده كلام ده حضرتك نفيته الوقت، لان فعلا امبارح كان في لسه في حاله مفرج عنها بطريق برضه دفع الفديه، وكان في اكثر من حاله والناس عارفه الكلام ده كويس في بورسعيد، بس للاسف في بعض الناس المسؤوله بتطلع وتقول مفيش حالات خطف في بورسعيد. انا مش عارف لمصلحه مين الكلام ده، يعني مصلحه مين ان احنا نطلل الناس في بورسعيد ونطمنهم على عيالهم وعلى نفسهم ونقول ان مفيش حالات خطف، وفي حالات خطف بتحصل وكل الناس المسؤوله في بورسعيد عارفه. طيب دي المشكله بالذات، احنا ما كناش هنصرح نفسنا ونواجه الحقائق مش هنحل اي مشكله. طيب استاذ طارق، دلوقتي الموقف الاخراني، انتوا بعد ما ايمن اختفى او ما ظهرش حد كلمكم قال لكم انه مخطوف؟ تمام، في واتصالات تليفونيه، يعني اتصالات تليفونيه، مفيش اكتر من اتصالات تليفونيه. طب انتم ايه يعني مطمنين ان ايمن بخير؟ والله لحد دلوقتي احنا مطمنين على اساس اللي حصل قبل كده، لان كل اللي اتخطفوا او كل الحالات اللي حصلت في بورسعيد كل الناس كانت بخير ورجعت اما اتدفعت الفيديو. طب المشكله بتاعتنا ان احنا النهارده في، يعني انا كنت سمعت ان سياده المحافظ قال دي مشكله على الارض، ايا كانت المشكله على الارض او اختطاف عشان فيديو، في حالة اختطاف موجودة، احنا يعني مش هندور على المبررات علشان بعد كده ما نقولش ان كل اتنين عندهم مشكلة، واحد فيهم يروح يخطف التاني. في حالة خطف وفي حالات خطف في بورسعيد وفي مشكلة لازم تتواجه. طيب انت يعني انتوا المفروض ان في الخطوات النهائية ان شاء الله اتفقتوا يعني ايه اللي هيخلص والكلام ده كله، ولا انتوا مستنيين ايه اللي معطل ان المسألة دي تنتهي يا استاذ طارق؟ والله يا استاذ ابراهيم احنا لسه يعني بنشوف اي حل للموضوع ده، ربنا يسهل ان شاء الله. يعني احنا بنستنى ساعات في تليفون بيحصل، في توافق وبعد كده في رفض، وما احناش مستقرين يعني الحمد، يعني لحد دلوقتي ما فيش كلام اكيد اقدر اوصله لحضرتك، وان شاء الله خير يا استاذ ابراهيم. خير ان شاء الله، ربنا يطمنكم عليه ويرجع يعني ليكم بخير ان شاء الله، وطبعا الله يكون في عونكم، يعني دي مساله مزعجه جدا، وعايز اقول ادي اللي بيحصل لنا دلوقتي. انا بشكر حضرتك يا استاذ طارق. عايز اقول يعني شوف احنا وصلنا لفين، مصر اللي ربنا قال ادخلوا مصر باذن الله امنين.